أعمال تخريبية مستمرة، وضع مأساوي يعيشه المواطن اليمني في ظل الأعمال التخريبية وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، فيما المهندسون امتنعوا عن أي إدلاء بأي تصريح حول ما تعرض له البرج 425 وتغيير أعمدة من الخشب بدلا عنه. المواطنون بدورهم يشيرون بأصابع الاتهام إلى وزارة الكهرباء التي لم تقم بواجبها أثناء الاعتداء على قواعد البرج، مما أدى إلى سقوطه على الأرض بعد مرور 10 أيام منذ الاعتداء، فيما أكدوا أبناء الدماشيق بوقوفهم الكامل مع الوحدات الأمنية وحماية المصالح العامة ومنها أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وحماية الفريق الهندسي حتى يستكمل إجراءات العمل في البرج 425 وعودة محطة مأرب الغازية للخدمة. بسبب سقوط هذا البرج تعيش العاصمة صنعاء وبقية المحافظات في ظلام دامس لليوم الخامس، فيا ترى متى سيتم عودة المحطة للخدمة بعد إصلاح هذا البرج؟ لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من منطقة الدماشقة وادي عبيدة محافظة مأرب. تزايرت بشكل لافت